الفول 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 يا استاذ مدي فول. يا صبري يا صبري انت شايفني مستعجل يا اخي وعندي اجتماع. ايه ده بزيت الحر؟ ايوه وليمون. بس اكيد تحط يعني حطيت كمون ما حطيتش كمون. ما هو اهو اهو ده اللي على الوش ده كمون؟ ايوه هو ده. وبصل وطماطم وبتنجان مخلل طبعا. هو ده خمس رغيف. انت بتستهبل ليه؟ روح هات خمس كمان بسرعه بسرعه. طيب على طول مأخرني كده يا اخي عندي اجتماع مستعجل. مستر جون باركر المدير الاقليمي لشركه والت ديزني في الشرق الاوسط هنا في اجتماعه السنوي يعني يحب يسمع آرائكم في زيادة نسبة التوزيع للمجلة. أنت متأكد؟ فضل. دلوقتي أنا عندي فكرة ممكن تخلي المبيعات يعني تضرب في السماء. إحنا ممكن نجوز ميكي لميمي. أنت بترجم بإيه؟ اسكت. تقلقش حضرتك ما تقلقش، ما إحنا هنجيبها بالتدريج. يعني الاول نبتديها قرايه فتحه كده مثلا على الضيق في البيت عند ميمي مثلا واخبار حضرتك، وبعدين نخش على تلبيس دبل في كتب كتاب في كده في فرح، وهي الناس برضو تفرح لان الناس بقالها كتير قوي ما فرحتش. فرح ايه يا ابني؟ فرح ايه؟ الله في فرح. دي شخصيات كرتونيه هنجوزهم ازاي بس؟ طب وايه المشكله؟ مجدي ارجوك بطل فاتي وفزلكه. فيها ايه يعني؟ فيها اقعد اقعد اقعد. اتفضل يا اشرف. أنا شايف إن إحنا ممكن نزود البيع لو زودنا منافذ التوزيع في الصعيد والأماكن البعيدة. يا ولد. فعلا، لأن القراية عندهم لسه ليها قيمتها، لأنهم ما عندهمش الكمبيوتر جيمز والتكنولوجيا الحديثة اللي عندنا. كويس أنا؟ قلت حاجة حلوة؟ فعلا، الكمبيوتر جيمز مؤثرة جدا، ده أنا حتى جوزي ما بقاش ينام طول الليل في السرير، وبقى يلعب بلاي ستيشن. آه، هي وجهة نظر برضه، بس عارف حضرتك. بتفزلك. حمير حمير كتكونيلة بقى هايم. انت بتترجم له بتقول له ايه يا جدع انت؟ الله الحمد لله انه ما بيعرفش عربي. اسهول سان اوف بيتش والكليو سان اوف بيتش. صحيح صحيح، ده اللي هيودينا في داهيه. انا كمان عندي فكره تانية انا اللي فكرت فيها برضو. انه بطوط وزيزي يلبسوا بدل يلبسوا دبل. Actually this is a very good idea. والله يا اشرف انا افكاري دي لحد مقدرها. يا ابني انا قلت لك قبل كده انك موهوب. روح شوف لك ممول واعمل مجله الكاريكاتير اللي كان ابوك بيحلم بيها. يا عم اقعد على جنب اقعد على جنب. وانا هجيبه منين الممول ده ان شاء الله؟ انت راخ فكرتني، ده انا في مكالمه مهمه جدا عايز اعملها. سوري يا اشرف بعد اذنك. ولا يهزك. الو ايوه يا داليا يا دبوس اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كلمت كتير؟ معلش اصل انا كنت نايم في الاجتماع فما عرفتش ارد. تمام يا حبيبتي. الله صحيح يا بت انت مش ناويه بقى تقولي لي اسم الواد ده الحمار ده ابو عينين خضره ده اللي انت ضحكتي عليه وقلتي له ان اللي في رقبتك دي قرصه نحله؟ ها؟ ذكرش. امال هيعمل ايه بقى لو شاف الخربوش؟ ايه ده؟ التليفون قطع وهو على ودني وانا بتكلم. معقوله كده الناس تقول عليا ايه؟ اهبل. بيجي خد بيجي على الزرار فبيقفل. الو ايوه يا دودو معلش يا حبيبتي الخط قطع وانا بتكلم. دودو مين يا استاذ؟ انا صبري بواب. يا دودو. الجزار جاب الفخده وحطها في الثلاجه. او حاسبيه يا حبيبتي حاسبيه. حاسبيه بس بقول لك ايه، اوعي يضحك عليكي كده زي الرجاله اللي انت ماشيه معاهم. ماشي معاهم؟ ماشي معاهم؟ يا بيه ده انا صبري بواب. صبر بواء صبر. انت مش شايفني؟ يلا باي 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 يا دود باي يا دالي. معلش اخضر. ها مش عارف الاخضر راح فين. كان معايا اخضر هنا. لا مدي واحد ولا مدي اثنين مدي ثلاثة. ايه عايز ايه؟ انت كنت بتكلم مين؟ خمسة واحدة كده واحدة من اللي انا اعرفهم يعني. سبعة واحدة مين يا عم؟ يا سيدي واحدة بروش معاها. عايز ايه بس يا اشرف؟ بتروش معاها لغاية فين؟ طب اسمها ايه؟ اسمها داليا. داليا داليا مسمار. داليا مفك. داليا دبوس. داليا دبوس. ليه دبوس؟ انت اكيد تعرفها على فكره. دي صاحبه ريهام مراتك. بقولك يا مجدي ما تصيعش على فكره، انا يعني علاقتي بيها مجرد كلام كده وبس، وهي اللي رمت نفسها عليا. لا يا شيخ عليا انا شويتين دول. شفت عامل ازاي؟ ايه شفت شعرها
وعينيها والدب فيها رصاصة ولا بقها وشفايفها وقسطها والرجلين بقى تحت العنة زي دبوس الفرخة. اديني موبايلها والنبي يا اشرف، اديني موبايلها. موبايلها ايه؟ مش حد، مش بكلم حد والله. ده البواب، ده صفر البواب. اديني موبايلها عشان خاطر. يا لا، انا اللي محتاجها، انا اللي محتاجها. انا عايز واحده تلبس لي قميص نوم، مش بدله كراتيه وحزام اسود. والله الحقيقه كلنا محتاجين كده. لا لا، بس برضو برضو يا اشرف برضو ما ينفعش. انت صاحبي وريم صاحبتي، انا منظري ايه دلوقتي؟ خد بالك مراتك كده تقريبا شمت حاجه. يا نهار اسود، شمت؟ وانا لو سالتني هقولها انا صاحبتي. ايوه يا بابا، ايوه حبيبتي. يا بابا انا عندي اجتماع مهم دلوقتي، ها؟ مع المديرين الكبار بتوعي، ها؟ اعدي اجيب الشغاله وانا جاي؟ حاضر يا بابا. اعدي على خطيبها الاول؟ حاضر يا بابا. واجيب بيض؟ لا طبعا هجيب بيض وانا جاي. حاضر يا بابا. ايه تاني يا بابا؟ حبيبي الدب ده. جيب كلاب النادي. ازيك يا ممدوح؟ ممدوح مين؟ ممدوح فرج طبعا. انت ناقص لك بس تقولي هاي انتي. نمي نفسك احسن لك. بقول لك ايه؟ انا جاي اقول لك ان اشرف جوزك متلصم وعلى اخره، لمي الدور يا ريهام عشان جوزك ما يطيرش منك. انت بتدافع عنه ولا عن الست دبوس هانم؟ وانا اعرف دبوس هانم دي منين اصلا عشان ادافع عنها؟ انا عمري ما شفتها اساسا. وبعدين والله العظيم هو حلف لي 100 يمين النهارده انه هو ما اعرف هي اللي بتلاقي حاجتها عليه. طب وقرصه الرقبه؟ يا ستي ده كان سؤال بريء منه. بريء برضه؟ دنيء، ارتحتي؟ انا نفسي افهم بس، عايز اعرف حاجه واحده، فين ريهام صاحبتنا الرقيقه اللطيفه الجميله؟ بتعملي ايه؟ لا مش دي، فين فساتينك؟ شحتيها؟ وبعدين كاراتيه ايه اللي بتلعبيه ده يا ريهام؟ ما خلاص بقى، ما تلعبي اي حاجه تانية، ما تلعبي كونكت فور ولا سودوكو ولا اي حاجه من الحاجات دي. بس سيبك مني انا دلوقتي. ناني هاي. انت تعرفيها؟ صاحبتي من زمان، وعلى فكره سالت عليك قبل كده كذا مره، معجبه بيك. هو مش مرتبط على فكره؟ لا والله. يا عبيط، امال انا جايباك ليه؟ عشان كده. ايوه تعالي. ايه دي طويله؟ هاي يا ريدي. هتعرفها فعلا. مجدي هاي. اهلا. هاي ناني. اهلا وسهلا. انتوا ممكن تروحوا تستنوني في الكافيتيريا تشربوا حاجه لحد ما اغير هدومي واجي لكم. ما تجيش. اوكي متاخريش. اتفضلي. باي بتريهام، انت اجدع واحده من صحباتي. جاي، اتفضلي.